بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. تحياتي وسلامي لكل الأخيار والأساتذة والخيرات في هذا المنتدى وفي هذه الجلسة المخصصة للحديث عن موضوع القدس كبوصلة للوحدة بين المسلمين. في الحقيقة نحن في الجزائر ممتنون للقضية الفلسطينية، لأنها صارت فعلا بوصلة لوحدة الجزائريين، وأصبح اسم فلسطين يذكر في مكان الجد وفي مكان اللهو في الملاعب وفي مراكز السياسة وفي البرلمان، ولا يستطيع أي أحد أن يتجاوز هذه القضية أو أن يتحدث عنها بغير الكلام وبغير التحليل الذي ينبغي أن تكون فيه. في الحقيقة قد كفاني الأستاذ تيسير والأستاذ منير في الحديث في القضايا السياسية وفي الواقع عن كثب واقع القضية الفلسطينية، وأنا سأتحدث عن فلسطين لكن ليس عن كثب، وإنما من خلال الكتب سأكون نصيا في هذه المداخلة بشكل كبير، ولكن سأتحدث عن ثلاث تجليات للقضية الفلسطينية، ثلاث تجليات للوحدة، كيف فعلا أن فلسطين قضية أنها بوصلة للوحدة الإسلامية. واسمحوا لي على غير العادة أن أتقدم في أول نص في هذه المداخلة بوصية وجدتها متكررة في إنجيل متى ولوقا ومجموعة من الأناجيل في الحقيقة، وهي هذه عبارتها، أنا أقرأ الآن من الإنجيل مباشرة. يقول فيها المسيح عليه السلام: يا معلم، سئل يا معلم ما هي الوصية العظمى في الشريعة؟ فأجاب: أحب الرب إلهك بكل قلبك وكل نفسك وكل فكرك، هذه هي الوصية العظمى الأولى، والثانية مثلها، أحب قريبك كنفسك، بهاتين الوصيتين تتعلق الشريعة وكتب الأنبياء. في الحقيقة هذه العبارة وجدت لها أصولا في كلامه صلى الله عليه وسلم، الذي يجعل من قضيتين عوالي مقاصد الشريعة: قضية توحيد الله تبارك وتعالى وقضية توحيد عباد الله والمخلوقين. يعني موضوع الوحدة هذا في شقيه، شق وحدة رؤيتنا للإله سبحانه وتعالى، وشق وحدة عباد الله تبارك وتعالى. تكررت في أحاديث كثيرة، من بينها الحديث الذي فيه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خصلتان من الخير ليس فوقهما من الخير خصلة، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله، وخصلتان من الشر ليس فوقهما من الشر خصلة، سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله. وهذا المعنى كذلك تكرر عندنا في أحاديث صحيحة، بين حديث ليلة النصف من شعبان التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغفر فيها لجميع الخلق إلا لاثنين، لمشركين ومشاحن. هذا المشرك له مشكل في توحيد الله، والمشاحن له مشكل في عدم رؤية وحدة المخلوقين وحدة المسلمين وكذا. في الحقيقة موضوع الوحدة موضوع مركزي، يعني موضوع مهم جدا في جاءت به الشريعة وجاءت به، ذكره القرآن الكريم في أكثر من موضع، وفلسطين تجلت فيها هذا المعنى بشكل كبير. تجلى في ثلاث أشياء: في الجامع وفي الجامعة وفي الجماعة. ففلسطين في الحقيقة قضية جماعة، قضية شعب، وقضية جامعة رابطة تربط المسلمين، وقضية جامع يجمع المسلمين كذلك. ومن حسن التقارب، وأنا في الحقيقة أقول أستاذ منير، أنا في الحقيقة أتحدث عن الضم لكنه ضم بمعنى إيجابي، أن فلسطين هي فرصة لضم المسلمين وجمع المسلمين وربط المسلمين، وتكررت في النصوص هذا المعنى للرباط، سواء في المعنى الجامع الذي يجمع المسلمين، أن فلسطين قضية روحية، وخاصة في مسألة الإسراء وما ارتبط بها، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع عليها الناس، وكيف في حديث ميمونة بنت سعد التي سألت
أفتنا في بيت المقدس، فقال صلى الله عليه وسلم هو أرض المنشر والمحشر توه فصلوا فيه إلى آخر الحديث. ربط من القديم ربط الأمة بهذه القضية. ففلسطين في الحقيقة هي جامع لربط المسلمين، وفلسطين كذلك هي جامع، هي مسجد، والمسجد الذي لازلنا نذكر تلك الأحاديث التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن المشي للمسجد وأن المسجد والجلوس في المسجد أنه ذلك الرباط، ذلك الرباط، ذلك الرباط. فالجوامع في الحقيقة تجمع، وفلسطين كذلك هي 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 كذلك قضية شعب وقضية جماعة مرابطة في ذلك المكان. الجماعة التي حين سأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وبشر عنها وقال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لعدوهم قاهرين إلى آخر الحديث، ثم قالوا أين هم يا رسول؟ قال في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. ففي الحقيقة هناك تلازم وترابط بين هذه المركبات اللفظية التي تحتمل معاني حقيقية في الوحدة، بل أكثر من الوحدة في الجمع، الجامع والجامعة بمعنى الرابطة الجامعة والجماعة المرابطة. ففي الحقيقة فلسطين تدورها حول هذا المعنى، فتتجلى فيها الوحدة من كل ناحية. وهذا المعنى للأسف الشديد أدركه خصومنا وغرسوا هذا الكيان في هذه المنطقة لكي تتقطع أشلاء الأمة. وأنا في الحقيقة في متابعة لبعض المشاريع، السبع مشاريع أو ثمانية، كلها تتقاطع في أرض الشام وفي كذا، مشروع اليهودي الصهيوني، مشروع المسيح الأرثوذكسي الشرقي الماسوني، المشروع الصليبي المسيحي الكاثوليكي، المشروع المسيحي الصهيوني، المشروع الأوراسي، والمشروع الصيني كذلك في بعده الاقتصادي. هذه المشاريع لها أبعاد بعيدة ولها أبعاد مركزية. أبعادها المركزية ترتكز في فلسطين. هناك أبعاد بعيدة في سواء هيمنة الصهيونية أو هدم الديانات في بالنسبة للمشاريع الماسونية أو هيمنة اقتصادية العالم في المشروع الصيني أو غيرها، لكن هذه المشروعات في بعدها الاستراتيجي لها مشروع مركزي يدور في أرض الشام وفي فلسطين. يعني إسرائيل الكبرى، المجد البيزنطي، فرسان المعبد، الشرق الأوسط الجديد، السيطرة على المياه الدافئة بالنسبة للمشروع الأوراسي، طريق الحرير، كل هذه المشاريع التي ذكرت السبعة لها مشروع بعيد استراتيجي ولها مشروع مركزي. هذا المشروع المركزي الذي تدور عليه يقع في 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 أرض الشام وفي فلسطين. في الحقيقة أنا أريد من خلال نص واحد حتى لا أكون ثقيل الظل على الإخوة وقد طال بهم فرصة الاستماع، أنا أبشر فقط من خلال حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصح عندنا في سنن أبي داود، يقول لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها. معنى هذه الأمة من خصائصها أنها تجتمع في الملاحم. يعني نحن نرى أن هذا الصراع كلما اشتد، وفي الحقيقة هذا الصراع اشتد في فلسطين وتعلقت القلوب به في فلسطين، فلذلك نحن نرى أن هذا الصراع لن يزيد اشتداده إلا تلاحم وضم للمسلمين. اليوم ينبغي على النخبة الإسلامية والنخبة العربية والنخبة في كل المواقع أن كيف تحيي هذه القضية من جديد، كيف تجعل هذه القضية حية من جديد، كيف تقاوم مشاريع التطبيع الجديدة التي بدأ يرتفع صوتها إعلاميا وليس شعبيا. يعني اليوم هذه وسائل التواصل ينبغي أن ننتبه إليه، وسائل التواصل الاجتماعي يسرت لكل، اسمحوا لي، ناعق أن يصل ناعقه لكل أحد، لكن في الميدان وفي بالنسبة للشعوب لا زالت فلسطين قضية حية، ولا زالت فلسطين قضية بوصلة، ولكن نحتاج من نخبنا أن يعني يقدموا الرؤية الجديدة، وليس فقط هو متابعة ما 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 يحدث على الأرض بالنسبة لفلسطين. نحن نريد من نخبنا أن يقدموا رؤية تجعل فلسطين قضية حية بوعيها السياسي،
وليست فقط حية، لأن فلسطين حية كعاطفة. واليوم كذلك نحتاج مثل هذا المنتديات، كيف أن تكون فلسطين فرصة لوحدة المسلمين، كيف تكون فلسطين فرصة لجمع الكلمة، كيف تكون فلسطين يعني فرصة لضم المسلمين من جديد ووضع مشروع متكامل. تحدثنا عن سبع مشاريع، أين هو المشروع متاع نهضة الأمة؟ أين هو مشروع الأمة الإسلامية الذي ينبغي أن يكون في عمقه في جوفه متأسس على الأخوة الإسلامية، متأسس على الوحدة الإسلامية، متأسس على التقارب، متأسس على إصلاح ذات البين؟ هذه اللفظة العجيبة التي يقول أحد مفسرين الشيخ طاهر بن عاشور، يقول أنه لم يجدها في شعر العرب، يعني هي من مبتكرات القرآن الكريم، ذات البين للمسلمين نحتاج اليوم إلى إحيائها. وهذا تجلي في الحقيقة من تجليات الوحدة الإسلامية، وتجلي من تجليات الجامعة الإسلامية التي تجمع المسلمين، وتجلي من تجليات الضم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمين، ضم مع التنوع، ضم مع احترام الخصوصية، ضم مع الاجتهاد ومع المرونة فيه. يعني نحتاج اليوم من نخبنا أن تقود هذا. اليوم هذا مثل هذا المنتدى في الحقيقة هو إشارة جيدة في هذا الطريق. نشكر من خلاله الأستاذ منير والشيخ علي التكريتي على حرصهم دائما في منتدى الوحدة على أن تكون المواضيع التي تجمع هي جامع المسلمين كلهم. وأعتقد أن فلسطين محل جامع، وأنا أبشركم أننا في الجزائر يعني كنا دائما وسنظل نقول فلسطين الشهداء، وهذه الأيام مع رجوع شهدائنا وسيأتي البقية سيتعزز هذا المعنى. يعني ارتبطت عندنا فلسطين بالتضحية، فلا يمكن لقضايا مثل هذه أن تأتي إلا بالتضحية. والشعب الجزائري في الحقيقة ممتن لفلسطين قديما، لأننا نحن في جهادنا في ثورتنا كان يأتينا الفلسطيني، كان يأتينا الدعم المادي من شعبنا في فلسطين، فهذا مذكور ومحفوظ في وجدان الجزائريين، ولا يمكن أن ننسى هذا الفضل لإخوان الفلسطينيين. لكن فلسطين قضية شعب وقضية أمة وقضية جامع وقضية جامعة، فينبغي أن تظهر مثل هذه المعاني من جديد بلغة أكثر وضوحا لشباب الأمة حتى نقاوم كل مشاريع التطبيع. أكتفي بهذه الثرثرة حول هذا الموضوع، وإن شاء الله نسمع من أساتذتنا ما ننور به عقولنا وقلوبنا. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.